عليكم حلقة ثانية من لعبة ماري بارتي. اليوم نلعب طور الماراثون اللي هو من 5 أيام، واللي يجيب أول ياخذ الكاس، واللي ما شاف الحلقة 7 من ماري بارتي يروح يشوف عشان يفهم اللعبة. يلا ريدي يا بسم الله جو. مين دايزي؟ عمتك دايزي. ماري ايش بيجي بسرعة؟ من جد اقول غشاشين، في حاجة هو عنده حاجة يعرفها ولا يعلمها. وين باوزر اخر دي يا غشاش. لا والله ما تجيب الاول فيك، والله ما في اي اول. الرابع لا جاب الاول. لا جبت الاول. مين دي؟ استنى، مين المركز الثاني؟ انت الثالث. اي كويس الطباخ. طيب هذا جيد. قلت عندي تعرفه؟ هذا انا. وين هو وش اسوي؟ هو وي طيرت اللحمه كذا، ودي لحمه برا. يا شيخ بالله استوي. لا ايوه سلام. ايوه باقي. واو يا اوكي شويت خلاص يلا يا طباخ. بس انا قبلك عمران على فكره، يعني انا مقلاتي فيها مشكله. طيب ايش اسوي لك؟ يعني حنعرف النتيجه بعد شوي. عمران حس بالهزيمه. الرابع انا رجعت. ايه كذا تاكد. ايه لا طول عمران ما عليك منه، ما راح اكذب عليك. اخر كلكم جايين تحت. لا رحت الاحمر. بضيق علينا الاحمر بهوزر من جد. والله وقف كذا صرنا. وخري با لجت عندنا. حشر له دايز يرجع ورا، ما حد يبغاك. لا تدف. حشرتكم كلكم تحت. يا الله احمد يا جيت قدام انا. والله ما تجي قدامي. بعد ايز انا لحالي فوق معها. احمد محمد قاعد تدفني. خير احمد شو اقدر اتعور اللي في ظهري الحين؟ يطلع لك واحد من بوب. انتبه عيال ديج شو يصقع. والله ما تعدي. والله تعدي ايش انا اقرون عليك. لا غلط قد يجرون. روح حطه يا سلام. طار ام على الاول. مو نجح. طلعنا من البلاعه كذا على طول. قال الاحمر بس انا فكرها تخلص. قاعد اقول وين النهايه؟ الثالث طلعت الثالث. الاخير يا الله. اوه احمد اعطاها المسكه المخلبيه. ايش هذه المسكه؟ شوف باوزر كيف راكب على الدراجه كذا مبسوط. كان شكله من واحد بزر. 2 1 جو. ادعس باوزر جيب اول. باوزر انا الاخير شكلي. أنا الأول. هو الأول شلون؟ وش هالدب اللي فاز علينا بالسباق ومستيكل وكل شيء؟ لا بيتش الأول. أنا الأول. حد باوزر المفروض ينافسهم تدري؟ إيه. يدفهم كذا. يروح ينطح واحد. وأخ راح يجي يدفني. دايزي فين جالس هنا؟ والله من وضعها طيب. أم النشرة. خير خير رضي. تعال دفة. الحين اصعد. لا والله بالغلط اقسم بالله ما انتبهت. والله تستاهل. جاي بالعرض. والله جاي بالعرض ما فهمت. اي يا اخي بالعرض ما حسبت. حسب باوزر كبير باوزر ينزقها بسهوله. والله قعدت يا عيال. لا احد يقرب مني. اطلعوا طيب ايش فيكم؟ روح اسبعوهم باوزر. روح اسبعهم معاهم. طلعوا دايزي. لا سمعوا كلامي. اما ماري دحين شد حيله. ايه عنده لسه. يخرب بيتك يا شرب. دحين يجوك كلهم من كل اماكن. الحين خلاص ابشرون. احسنت. لا برا يا ايطاليا يا سبان. خلصنا؟ والله ما اتوقع اني فاز. لا احمد انت الرابع. اتوقع الاخير. لا انا خربته. المشكله الجيم اللي قبله خلصته على 60 ثانيه. شو النصاب يقول لك تستاهل احمد تستاهل. شوف انا قاعد اصفق له بس من جوا مقهور. بيني وبينك. فين عمران؟ والله انا. شوف الحين. 50 48. يلا معلش. كذا سوي كانك بالحقيقه.
مشكلة يدي معدوم أنا اليوم. الحب بسرعة بسرعة ماريو ليش دائما يفوز؟ ماريو ليش دائما يفوز؟ السار 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 ليش مو راضي بسرعة؟ مين اللي قبل؟ أنا العمران أنا آخر واحد مدري إيش مفاوز بطيء آخر واحد أنا يا الله سبقني يلا آخر يا ماريو ماريو ميزة باوزر يبدل. اي يدفدل اي يدفدل ماريو يا الله مني داخل كل شيء لا 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 يا نحاسة نحاسة دي اسمها بابا قلم ينزل في كل مكان ياهو ياهو عندي حاجة ليش كذا يا بوي طف احمد 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 قاعد قاعد يغش احمد يا اخي هكر واضح عليه احمد يرجع من الدوام يقعد يتدرب فيه من جد يا احمد لاعب محترف ماري بارت مو لي هذا تضغط اكيد ايوه بسرعة يا شيخ ارد مين اضرب شباب ليه ما تروح لذيك يا شيخ ارميها ليه ترمي على خفيف على خفيف على خفيف ليه ما وراني ارمي فوق فوق يا شيخ ارمي ارمي ما ادري شو معلق ذا اهبل فاشل مره يا اخي ماني عارف كيف اسوي الرميه القريبه ما تيجي ما تيجي ما في شيء اسمه تيك باوزر ذا ما عنده ما عنده لا حد يجي جنبي ها حلو دي كيف من جدي الحق نضربه يا عيال هاي نضربه يا عيال هاي سامح لك بابا حسيت صار ادري ما ادري حسيت اني بضرب وين وين يا ملقوف وخر عني بيتش يا ملقوفه قايل لك وخر عني لا حد يقرب يا عيال ايش بكم كذا كلكم مسودوا زي القال حمين يا الله ماري وخر يا مسلم انا مات انا مات اخيراً احمد ما بيفوز دايزي يا زفتة يا حيوانة يا اخي مكاني مكاني ليش تخش يا والله انك وين خسرت خلاص والله انك انت انت معطينا جو ليش ما اشوفه انا خير شر يا اخي غشاش محمد خلاص موت عرفنا انك فنان خلاص فاز بال خلاص فاز بال لا لسه باقي جيم والله جيم واحد لا جيم واحد ما يحتاج جيم يا عيال احمد المره متفلت خلينا نخش كلنا ضده هذه معلش اذا ما طلع الاخير ما في امل يخسر خلاص خلينا نحط الاخير تاكد كذا طلعت نصات ترى انزل انزل زياد كمان باقي لك شوي ولا دلع شفت الحبه يا لد يا لد نظفته احمد اكسرها 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 خفيف خفيف خلاص هذه بس كذا قلبه كذا اعطيه نتعة الله 15 مبروك عمران الاول مبروك بس احمد ما اخذ الاخير بسبة عبد الله فاشل لا مستحيل ايه ده هي شو الاستهبال ذا يا اخي لعبت مزز هذه ما يفوز المز علي ايش قله الادب ليه هذا مزز شايفه شنب شنب تركيب المهم الاول احمد مبروك مبروك هاي فاي كونجراتوليشن مع السلامه باي باي ياي لايك واشتراك وسبسكرايب ونشر